السلام عليكم ورحمة الله. موضوع الحلقة الثانية اليوم للسيدات الكريمات رح يكون عن تركيبة الجسم أو بنية الجسم أو البادي كومبوزيشن، واللي نحن طبعا نركز فيها على نسبة الدهون بالجسم، البيرسنت بادي فات، قديش في عندي أنا دهون، نسبة الدهون بالجسم بالنسبة للسيدة أو حتى الرجال. نفس الموضوع يعني بنطبق الكلام نفسه. موضوع كلمة نسبة الدهون موضوع مضلل شوي، كلمة النسبة هذا موضوع مضلل. ليه؟ أنا لما بروح على النادي كمشترك جديد بيعملوا لي فحص إن بادي تشيك، بيقولوا لي عندك نسبة دهون فرضا 20. طبعا بيقول لي المدرب هدفك رح يكون الشهر الجاي لازم يكون نسبة الدهون 18. أوكي، كيف رح يكون؟ رح تسوي كذا 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 إلى آخره. أنا موضوع نسبة الدهون عندي في اعتراض كبير عليه، دائما بصير في عندنا جدل نحن بين المدربين انه ممكن انا اغير نسبة الدهون بيوم وليلة. كيف؟ يعني ممكن يتفاجأ او تتفاجأ السيدة اللي عم تسمعني هلا، ممكن نسبة الدهون انا عندي اليوم 20، بكرة اساوي لك اياها 18، بكرة ثاني يوم 24 ساعة. كيف ممكن هذا يصير؟ ببساطة شديدة لاني عم بحكي على نسبة الدهون، قديش في عندي انا دهون، قديش في عندي عضلات، قديش في عندي سوائل. جيت ثاني يوم بلعب بنسبة او كمية السوائل بجسمي، انا بشرب 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 كمية سوائل، زاد وزني على الميزان ممكن 1 أو 2 كيلو. لما بعمل نسبة وتناسب بلاقي انه والله ممكن الدهون والعضلات نزلت بنسبة بسيطة شوي خلال 24 ساعة، بس لاني زودت سوائل. ما تغير عندي الدهون ولا جرام، ما تغير عندي العضلات ولا جرام، لكن زاد وزني 1 كيلو أو 2 كيلو بسبب احتباس السوائل، نزلت نسبة الدهون نسبة وتناسبا، يعني عم نحكي نحن ريشيو بالانجليزي، نسبة وتناسب. فموضوع نسبة الدهون مثل ما حكينا موضوع مضلل، لا تطلعوا نهائيا لما تعمل ان بادي تشيك لا تطلع على نسبة الدهون هذا الشهر والشهر اللي بعده، دائما تطلعوا على كتلة او وزن الدهون، كتلة وزن الدهون أو كتلة وزن العضلات إلى آخره، لأن موضوع النسبة بتغير بين يوم وليلة. أنا ممكن هلا زود نسبة الدهون عكس اللي سويته، أدخل على الساونا ساعة ساعتين ثلاثة إلى آخره، أخذ ملينات، أخذ مسحلات، أخذ مدرات بول، نزلت نسبة السوائل عندي أو كمية السوائل عندي ممكن نزل بيوم 1 10 كيلو. اطلع على نسبة الدهون زادت 5%، نسبة العضلات زادت 5%، وزني نزل، بالتالي كمية العضلات اللي كانت موجودة نسبة وتناسبا ارتفعت، كمية الدهون نسبة وتناسبا ارتفعت، مع انه ما تغير عندي انا ولا جرام زايد من الدهون ولا جرام زايد من العضلات. فبقدر انا العب بالنسبة الريشيو او برسنتج ببساطة شديدة. دائما عملت ان بادي تشيك الشهر الثاني، بدي اعمل ان بادي تشيك بركز على وزن الدهون او حتى وزن العضلات، اذا كان هدفي انا بالعضلات الوزن الماس او الفات ماس او الفات ويت مش الفات بيرسنتج. بتمنى يكون الموضوع شوي بسطت لكم، هو الموضوع مثل ما حكينا مضلل شوي. برجع بعيد للتوضيح انه انا نسبة الدهون عندي بقدر العب فيها مثل ما حكينا، ممكن بالسوائل ممكن بالعضلات الى اخره. ممكن انا بعد شهر بعمل ان بادي تشيك تنزل نسبة الدهون بيرسنتج بالفعل انه نقصت دهون بالجسم فتنزل نسبة الدهون، او اني زيد عضلات او اثنين مع بعض، ممكن ينقص وزن الدهون وتزيد وزن العضلات فنسبة وتناسبا صار في عندي انا نقص بنسبة الدهون مش بالوزن. الوزن ممكن ينقص نص كيلو او كيلو، ولكن النسبة رح تتغير 5 2 4 5 6% ما بعرف حسب وزنك. فانا بلعب بنسبة الدهون، اما انه نزل بالفعل كمية الدهون ووزن الدهون، أو إني زود نسبة العضلات، طبعاً رح تزيد بالنسبة والتناسب السوائل أكيد. هذا الخطين. الطريق الصح طبعاً أنا كلاعب كمال أجسام أو كسيدة الأفضل إنك تركزي أكثر على الدهون. العضلات ما رح يكون في فرق كتير كبير خلال شهر، رح تزيد نسبة العضلات لو زادت نص كيلو أو كيلو كتير ممتاز. ما تخاف نهائيا، حكينا بالفيديو الاول، ما تخاف نهائيا من وزن او كمية العضلات من الجسم او كتلة العضلات من الجسم، المصل ماس لا تخاف منها ابدا،
دائما انا بنصح السيدات انه تركز على نسبه الدهون، عفوا على وزن الدهون، كتله الدهون من شهر لشهر من خلال الدايت الصح، دايت السليم اللي بيناسبك. اكيد اللي بيناسبك ما راح يناسب غيرك، حسب ظروف كتير بتلعب دور. الدايت، تمارين المقاومه، واكيد الكارديو راح يلعب دور كتير مهم بهذا الموضوع. طبعا لو بدنا نحكي بموضوع نسبه الدهون، احنا دائما كمدربين بنصنف الرجال والسيدات على حد سواء، بس كسلسله عم نحكي عن السيدات كريمات اليوم، راح نصنف السيدات الى ثلاث اصناف او ثلاث كلاسات او ثلاث مراتب. السيدات اللي نسبه الدهون 30 فاكثر، هذا رقم واحد. السيدات الكريمات اللي نسبه الدهون ما بين 20 و 30، هاي كلاس اخر او صنف اخر او مرتبه اخرى. الصنف الثالث اللي نسبه الدهون عندها اقل من 20. فانا ان شاء الله الحلقات الجايه راح اركز فيها على كل صنف، راح ابدا ب اللي نسبه الدهون عندهم اكثر من 30 فاكثر، راح يكون في عندهم حلقات خاصه. 20 ل 30 في عندهم حلقات خاصه، وتحت ال 20 راح يكون في حلقات راح اركز فيها على كل صنف شو اللي بيناسبه من تمارين الكارديو والمقاومه، قديش انا اكرس الجهد اللي عندي انا، هل راح اكرس الجهد اكثر بالمقاومه او اكثر بالتمارين الكارديو. بيختلف كل صنف بيختلف. فحضرتك بتعرفي قديش نسبه الدهون عندك، 30 فاكثر الصنف الاول، 20 ل 30 الصنف الثاني، تحت ال 20 الصنف الثالث. كل صنف له تمارينه، له اولويات، خلينا نقول اولويات التمارين، راح نحكي فيها بالتفصيل ان شاء الله بالحلقات التاليه. شكرا والسلام عليكم.